السخريه فن واخلاق. السخريه هي فن راقي يعترف به المجتمع المتقدم الثقافي. فالسخريه اخلاق وفن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسخر قوم من قوم. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. صحيح دي اخلاق التنمر، وان انا اسخر من قوم ده غلط، انما افكار دمائيه من حقي اسخر منها. افكار انا يعني غير اخلاقيه وغير منطقيه وافكار مقدسه وتابوهات فكريه ودوغمائيه، من حقي ان انا الحاكم. فيلم الاراجوز بتاع عمر شريف، الظلم والقهر يكون السلاح الوحيد هو التهريج والسخريه والاراجوز عمر شريف. فدي فلسفه راقيه جدا عرفها مين؟ صامويل باتي اللي نقد الافكار الدوغمائيه واتقتل. أنا الحارس، أنا أرى الخطيئة وأقول لا! 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 أنا أسد البطيئة، أتنطرات! حرام، 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 حرام! Hey there, it's Jesus. Jesus H. Christ. My dad, God, sent his ghost to impress. Oh, what? Sure, we're not allowed, please! A teenage girl with a god baby. Me. Now. I know you're crazy busy with the rapture and everything, but could you stop? I'm 100% man, but I'm also 100% God. I don't want to be that guy, but. So I suppose I knocked up my own mother. Ew. Come on, God had a son. I mean, time out. And I essentially sacrificed myself to. They're gonna stun? He's powerful beyond all imagination? Myself, providing the dead body required in my recipe for. Liberals should stop booing me. Redemption. To atone for a rib woman's crime of eating. For pointing out that Islam is not like. Like other religions, there are illiberal beliefs. That are held by vast numbers of Muslim people that I don't think. Vast number of Christians. Christians too. No, no, that's not true. Not true. Vast numbers of Christians do. بلد صامويل باتي انجبت حد اسمه مولير في العصور يعني في نهايه او في العصور المظلمه الاوروبيه. مولير احد روائعه حاجه اسمها تارتوف. تارتوف سخر من الكنيسه ومن اسيس افكار دوغمائيه، سخر منها لا اخلاقيه. اصلا الناس كانت بتبيع الملك. Not believe that if you leave the Christian religion. But don't worry, they can't kill you because you're really me. You should be killed for it. But it is going to hurt for a few days. I'm not going to lie. Vast numbers of Christians do not treat women as. Me, you're you, but. I go myself, but I have you. Me! What? Second class citizens. Vast numbers of. Anyway. Alright. Hello! Christians. I agree with that. Do not. Now.
أريد الحقيقة المطلقة. أنا believe that if you draw a picture of Now, Jesus. Jesus Christ, you should get killed for it. There's a pupil of Egypt done a few years ago, 82%, I think it was, said, stoning is the appropriate punishment for adultery. Over 80% thought كنت سامع ناس انا حتى في الفيديو ده حط حاول احط في حاجات دي بره بينقضوا في الدين المسيحي بره لان الدين المسيحي اصبح هناك بره في الدول الاوروبيه مرتقي جدا وسامي جدا واصبح هناك نسخه ثانيه راقيه انسانيه تغلب عليها الانسانيه وتغلب عليها فالسخريه هي سلاح المظلوم والمقهور الاراجوز كوميديا سياسيه. Death was the appropriate punishment for leaving the Muslim religion. I'm sure you know these things. I know, well, I do. تابوهات السياسة والدين والجنس احنا مجتمع مريض اما انت تطلع عيني بافكار دغمائية سواء من الجانبين بس عندك فدي فانا بديت الحلقة والعنوان بتاع الحلقة لازم يكون السخرية فن واخلاق. ما ينفعش ان انا انقد اعمل حاجة وانقد الاخر بس وبعدين عندي انا لا خط احمر ما تعرفش منه دي بلطجة وما ينفعش ان انا احمد اخر افكار الاخر اللي هي حاجات عشان خاطر انا احمد الحاجه اللي عندي فساد فساد فساد. هناك لا منطقيين، هناك ناس لا تعترف بالمنطق، هناك ناس افكار لا تعترف بالمنطق، فمن الغير منطقي ومن العبث ومن قله القيمه ان انا اتناقش مع هذه الخزعبلات او هذه الافكار التي الانسان مفيش ارضيه مشتركه للمنطق. الحل الوحيد ان هي السخريه خلاص بتنفجر. ثانيا نحن لا نسخر من اي افكار. انا نيويورك تايمز pointed out in a op-ed a couple of weeks ago that in Saudi Arabia just since August 4th I think it was they تكلم بصفتي الساخرون. فن السخريه هو فن راقي وفن اخلاقي لمن يعقلون لمن يحط العقل نمره واحد. فنحن لا نسخر من اللي هو نفسه بيسخر منه. ما تقول لي حاجات لا منطقيات لا منطقيات وتقدسها انت تثير السخريه. اما انت عامل حاجه كده يبقى انت يعني انت رايح عليه في الفصل لو واحد عارف ان هو بالظلم او حاجه Long walks on the water that turned into fishing trips with the guys. You know, I'm down the call. Violent crimes, including homosexuality. Here's the plan. I, God the Father, wink, wink. Hands off the thief. Right. Okay. So we're that, but you know, it doesn't sound crazy that story to us because we're upset that ISIS is beheading people. مرتاد كده وبتاع. هو مثير للسخرية. فالسخرية فن راقي. ولكن هناك برضو حاجات راقية. أنا مش ضد الدين حتى في الدين الإسلامي. في حاجات أنا معجب بيها جدا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. عظيم. فعلا. التنمر شيء بشع ولكن لما تيجي حد مثلا في الفيسبوك مثلا يشتمني وكلام من ده ويخش مش عارف ايه وبتاع وكلام من ده ولا اسمه الخوري او لا اسمه حاجه اسمه نفسه سخريه مسار سخريه فهقول له اسمه فانا مش بغلط which we should be upset about but sorry I'll go down to earth first you see we'll split up the work because there's two of us not really maybe it does it and they're our good friends but you know I look I get it Jesus was a cool guy with the hippie philosophy and because they have oil right okay I'll go down to Earth and I'll see if I can't find a virgin Palestinian woman to impregnate. But they do it too. This is the center of the religion. So that she can give birth to you. I mean me! in Mecca, where infidels... Sorry about that, son. Non-Muslims are not even allowed in the... About 3 days, you're gonna hate me. Holy parts of the city. I mean, okay, they do be... But I'm doing this for you. Behead people. Now, if they were beheading people... I say, it's like Faye Dunaway in Chinatown. My sister, my daughter, I mean... In Vatican City. Which is the... It is one of the silliest stories I've ever heard, but I don't mean to offend. Equivalent of Mecca in... Don't you... I mean me! What's saying? I'm me, you're... I think there'd be a bigger outcry about it. So... This is the soft bigotry of low expectations. That we have with Muslim people. Believe crazy things. Somehow it's just not okay. Talked about. Yeah. When they do crazy things and believe nearly as much. But as Ayan Hirsi Ali. Magical fruit on the advice of a talking snake. My points out. She says, can we really say, well, and she would know better than you, the one of us. She said, can we
I, all-powerful goddad who created the entire universe from... Could say that, that women are treated... equally in the Muslim world. I mean, their testimony in court is very often counted as half. They need permission to leave the house in some place. But in this country, if you just use the wrong word about women, they go nuts. And all these other countries, they're doing things like making them wear burqas, and I hear liberals say things like, well, they want to. He exists in a realm above time and space, but he has kids. Nothing in 6 days, for some reason, needed a dead body. What is this, Bonanza? He has a son. They've been brainwashed. You know, they don't... Correct the mistakes he made making humans. Go figure. God had a son, and he said to him, Jesus, I'm sending you down to Earth on a suicide mission. And now, eternal torture awaits all who doubt my infinite love. Pretend to eat my flesh and drink my blood, and you too can live forever in the sky. Cheers! Я думаю, намного лучше. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мама, музыка не очень. We're used to it. It's been around for 2,000 years. To really understand how whack religion is, you have to look at the new religions. Which for this А? Направление? Какое направление? It's like saying a streetwalker wants to do that. Country is Mormons and Scientologists, who I think should merge and make Mormontology. اسمه حاجه اسمه نفسه سخريه مسار سخريه فهقول له اسمه فانا مش بغلط فيه انا بقول له سيسي ما هي سيسي ده سخريه بشعه يعني في حد اسمه سيسي سيسي ده بين الحمار والحصان فانا دلوقتي مش بغلط فيه انا بقول اسمه اللي موجود في حد يسمي انا لو هو سماني سيسي ده حاجه صعبه خالص اروح اغير انا مش هو عمال يعمل مش عارف ايه عبد الرب ومش عارف ايه وغير اسمك يا حبيبي وحس جاي المدني وغير اسمك غير اسمك ما انت رئيس جمهوريه غير اسمك بالبتاع دي وقد باسم راقي محترم فاللي انا عايز اقوله ايه في حاجه ثانيه احب يعني حاجه الرسول قالها يعني ما تناديش حد الا باسمه اللي هو بيحبه فما ينفعش انا اسمي شادي مثلا حد يقول لي ايه مثلا شادي انا مش هحب شادي حد يقول لي يا شوشو انا مش بحب شوشو ده خالص فلما حد يقول قايل حاجه مش فيا ويقولها بشكل حقير فدي سفاله دي مهاش سخريه دي اسمها تنمر فالحل ايه ان انا حتى ارد عليه لا اقطع علاقتي بيه الارتقاء مناخيري فوق هو تحت رجلي خلاص فاضت مصلحتي منك يا جاري فان انا انده اسم مش باسمه لا ده انا احب يعني نادوا الاسماء بما احب بيه ففي حاجات حلوه الواحد بيهتش لك لما تقول حاجات يعني في حاجات زي الاديان كلها فيها حاجات ساميه وراقيه وفيها حاجات عكس الساميه ايه؟ بنيئه سافله منحطه هي في حد ذاتها مناطق سخريه فان انت تعملي دجمائيه ومش عارف ايه وبتاع لا 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 رابط افكارك النقد ده انا عامل مسرحيه قلم المعلم يعلم ما فيهاش رحله سخريه اقروها موجوده لسه على صفحاتي انا عندي خمس ست اكونتات فيسبوك موجوده ونشرتها حتى فيديوهات حتى صورتها دي مسرحيه مكتوبه ما جبتش ناس تمثلها ما فيهاش حاجه ده بحكي واقع الواقع اهو اسطمبه زي ما اكون انا مسكت انا لوحه ورسمت بني ادم موجود قدام مني فانا رسمت الموقف بتاع كفر الدوار انا من معانا يا معلم هذا شادي حقه ولا شادي المسيح بالنسبه لك ايه بالله دول مسيح المسيح كلمه الله بعد ما ضخم ولا شادي حقه في الشغل هتاخده انت مسلم مسيحي ايه اللي قال عليه الكلام ده عيب عيب تخش في ضميري قلت في الاخر بعد الضغط المسيح كلمه الله وروحه لقيت واحد بشعبان ده او ده طلبني انا مين؟ طخ بشراسه وانا موظف وهو موظف قلت له خدت القران وطلع لك منه نصا في سوره مريم ايه البشاعه دي؟ فين السخريه؟
اي عقل واي دماء اما تكتب الاطيان السماويه في حكم رسمي الاطيان السماويه حمايه الاطيان السماويه واجبه اي عقل واي دماء واي سفاله هذه اللي بيحصل. فانا كتبت حريه انا كتبت انا طبعا دلوقتي انا من حق السخريه حق مشروع في ان انا بطل الدجمه الدجمه حاجه الصح بعتمد بيها دي الاخلاق سخريه فن واخلاق مش اي حد يعرف يعمل السخريه بفن واخلاق الا اللي هو عنده اخلاق سخريه زي الفن فن معترف بيه يعني يحتاج لاخلاق والرقي ولسمو. فقلت له فبس فكملوا المسرحيه يا اخوانا اقولها ما فيهاش ريحه السخريه الحقاره والسفاله في هذا موقف من اللي حصل الناس اللي كانوا امن الدوله ساعتها في القفله الدوار والناس دول هم الحقاره وهم السفاله وانا السفاله ان انا اقول من حق الانسان رئيس جمهوريه اقول من حق الانسان يعبد او لا يعبد وده امر ما يصحش يدخل فيه اطلاقا وهم رافض عشان خاطر حد بيحكي قصه قهر ديني حدثت انت كذاب وايه بتعمل لي بدالي عشان خاطر انا ابقى اختار حاجه من الاثنين عيب دي سفاله سفاده دينيه موجوده في هذه المجتمع. فمن حق ان السخريه زي ما وضحت وفن راقي جدا ومحترم وفن اخلاقي جدا. شكرا جزيلا انا استمتعت بيكم يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتدعموا القناه بلايكات وبارائكم الجميله وشكرا جزيلا وحط فيديوهات تدعم الكلام بتاعي.